عملية أمنية كبيرة برشا، حجز كمية هامة جدا من الذهب المرصع بالألماس في تونس العاصمة قيمته تفوت 1.5 مليار. مصالح إدارة الأبحاث الديوانية وبعد عمل استعلامي حجزت كمية هامة من الذهب المرصع بالألماس، كانت بحوزة أحد الأشخاص بصدد عرضها للبيع بجهة تونس العاصمة، ولا يملك في شأنها أي وثيقة تثبت شرعية مسكها. وحسب بلاغ رسمي صدر عن الإدارة العامة للديوانة اليوم الجمعة، فقد تم إجراء الاختبارات والمعاينات اللازمة لكمية الذهب والألماس المحجوزة، وقدر وزنها بما يقارب 3400 جرام، يعني 3 كيلو و400 جرام من الذهب و504 قيراط من الألماس. وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر حجز في الغرث، علما وأن القيمة الجملية للمحجوز بلغت 1.6 مليون دينار، يعني 1.6 مليار. ونشرت الإدارة العامة للديوانة صور للمسوخ اللي تم حجزه واللي حكيت عليه. نجيو إلى آخر التطورات في ملف عبير موسي. نلقى تصريح كريم كريفة عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر. عبير موسي قال كريفة بأنه بش يتم الإبقاء على هيكل الحزب في حالة انعقاد مستمر، وأضاف في ندوة صحفية عقدها الحزب اليوم بش يسلط الضوء على الحيثيات بتاع إزاحة السجن والإيقاف وغير ذلك. قال بأنه بش يتم إقرار التحركات السياسية الممكنة لاحقا، كما سيتم الطعن بالتدليس في المحاضر اللي حررها باحث البداية. وأكد كريفة أنه اللجنة القانونية ستلتئم وسيتم تحرير شيكية في الغرض. تصريح جديد لمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا. وصفت اليوم في تصريح إعلامي الوضع الاقتصادي في تونس بالمضطرب. قالت وضع اقتصادي في تونس مضطرب، وقالت في سياق حديثها على الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول الإفريقية، قالت بأنه اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة. وأشارت إلى أن تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وأوضحت جورجيفا أنه إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن تونس ليست في وضع خطير بعد. وشدت مديرة صندوق النقد الدولي على أنه كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي وتعزيز أدائها الاقتصادي العام كان ذلك أفضل. ذكروا وإشارة إلى أنه صندوق النقد الدولي يشترط إصلاحات موجعة، رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض هذه الإجراءات اللي ربما أصعب زوز نقاط فيها رفع الدعم. يقول رئيس الجمهورية هذا باش يكون عنده ثمن اجتماعي، السلم الاجتماعي باش يتمس، قدرة المواطنين، المقدرة الشرائية وغيرها. والحاجة الثانية هي التفويت في المؤسسات العمومية. رئيس الجمهورية يصرح دائما وأبدا بأنه لا وجود، لن يكون هناك رفع دعم ولن يكون هناك تفويت في المؤسسات العمومية، هذا من ناحية. وحتى أنه في بعض الأحيان فما تصريحات لوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أحكي فيهم على أنه لازم يتم التفويت في بعض المؤسسات الخاسرة وإلى غير ذلك، ولا مجال إلا معناها لا خيار لتونس إلا أنها تذهب في هذه الإصلاحات وغيرها. البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد. شنو قال؟ من بين النقاط اللي حكيوا في برشا مواضيع، من بينهم أنه كل مسؤول في الدولة أو وزير لازم يمشي مع سياسات الدولة اللي يرسمها رئيس الجمهورية، والتصريحات والقراءات وغيرها لازمها تكون في هذا السياق، ما لازمش يكون فما التضارب بين سياسات الدولة اللي يرسمها رئيس الجمهورية وبين وزير ولا أي مسؤول في الدولة. وكانت هذه رسالته واضحة بالنسبة للوزير. وزير خارجية إيطاليا نائب رئيس الوزراء أنطونيو تاياني أعلن أنه فما زيارة قريبة لتونس، مش يزور هو في القريب تونس
من أجل شنو؟ يقول من أجل توقيع اتفاقية لزيادة الهجرة النظامية نحو إيطاليا. الهجرة النظامية باش يزودوا في عدد معناه الناس اللي باش يعملوا لهم دي كونترا في إيطاليا. وأشار تياني في لقاء صحفي إيطالي البارح العشية إلى أنه الأسبوعين الماضيين شهدوا تراجع في عدد الوافدين من المهاجرين غير النظاميين المنطلقين من سواحل تونس. من جهة أخرى قال وزير الخارجية الإيطالي: لقد كنت في الرياض في السعودية واتفقنا مع حكومة المملكة العربية السعودية على سلسلة من الإجراءات لمساعدة إفريقيا وتونس حسب تعبيره. تصريح جديد للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، يقول اليوم إنه يريد عقد مجلس الاتحاد الأوروبي وتونس بحلول نهاية هذا العام. وكالة نوفا الإيطالية نقلت عن بوريل قوله خلال وصوله إلى المجلس الأوروبي غير الرسمي في غرناطة، قال: لدينا اتفاقية شراكة مع تونس، وخطتي هي عقد اجتماع أو مجلس شراكة مع تونس قبل نهاية العام. وأضاف: هذا هو المكان الذي نناقش فيه مع تونس كيفية التعاون في كل شيء بما في ذلك الهجرة. وأشار إلى أن الهجرة ليست مشكلة معزولة، ووضح أنه لا توجد هجرة من جهة وكل المشاكل من جهة أخرى، يجب أن يكون لدينا نطاق أوسع وأن نضع الهجرة في المركز ونعلم أنها تؤثر على جميع السياسات حسب تعبيره. البنك الدولي يخفض من توقعاته للنمو في تونس خلال 2023 من 2.3 إلى 1.2%. خفض البنك الدولي من توقعاته للنمو في تونس إلى 1.2% في 2023 مقابل توقعات في حدود 2.3% تقدم بها في شهر جوان 2023، توقعات استباقية يعني. وأشار إلى أنه أفاق البلاد تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين. وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره تحت عنوان تحقيق التوازن الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات، تم نشر البارح التقرير هذايا، أكد أن الاقتصاد التونسي تباطأ بشكل ملحوظ مقارنة بأدائه في سنة 2021 وسنة 2022. وبحسب المؤسسة المالية الدولية فإن ذلك يعكس الظروف الصعبة المرتبطة بالجفاف خصوصا بالنسبة للقطاع الفلاحي والشكوك الدائرة حول تمويل الدين وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.